الشيء الآخر سيادة الرئيس، أنا أعتقد أن تركيا ستشعر ستنزعج من هذا الإعلان. خل تنزعج على أبو تركيا بقد أبو إيران. إيه بس سيادة الرئيس هم الآن بهالظرف موقفهم جيد من عدد. آمين. إيه بالله. يعني هم ملاحين والدين، يعني ملاحين والدين مثل إيران ناقصا أشياء محددة معروف. هم الأيام الأولى كانوا أطنبهم. يعني الأتراك أزالي اللي بيشتري يبيع ويشتري برأسنا يحكي في السوق الأوروبية. القضية الكردية. بس هم أخذوا الموقف لا بأس به، يعني زين أفادنا مواقفهم بغض النظر لمصلحتنا أو لمصلحتهم، لكن موقفهم أفادنا. يعني أنا أريد نغزة بيها هذه، يعني أريد أزعجهم. تفضل. إيش زايدون علينا؟ قضية كردية، إحنا بنطيل حكم ذاتي وما عندنا مانع نروح إلى أي صيغة من الصيغ اللي نشوفها مفيدة لوحدة المنطقة ولأمنها والاستقرار. ماشي. حطون كيلو نحط كيلو. يعني احنا شو وقت خفنا من قضية يعني تبحث او ما تبحث القضية الفلانية مهم. كمبدأ عام يعني احنا مو من النوع اللي نخاف من قضية والله الاقتصادية او السياسية او الكردية او اي قضية من القضايا. السائل الاتراك يقولون تعالوا نبحث قضية التركمان ونقولهم ممنونين، نبحث قضية التركمان والعرب حاضرين. يعني أنا أسألني تركي يعني مثل شلون حكي وزير المالية والأتراك حكي ممتاز، لو يقول لي إيش رأيك بموضوع التركمان أقول له أخوي عندنا تركمان بحظي بغتي من بقاياكم من شنتو محتلين، أوعدكم عرب تجاوزتوا على أرضهم وإلى آخره، فتعالوا نقعد نبحث موضوع التركمان والعرب. ما نخاف احنا من الشر. لا سيادة الرئيس انا ما جاي اقول عندنا ارض وشعب، بس عندنا بس شعب عندنا ارض وشعب. ايه يعني اسكندر وجزيرة ابن عمر وديار مكان عربية ما عشعب وعندهم بس بقايا. يعني هي مداقر، هي يعني لعبة سياسية. يعني أنا أقول لك هي لعبة سياسية. والهذول يبحثون قضية كردية ويؤمنون بشيء اسمه قضية كردية. ليش إحنا حزبنا شان يؤمن بشيء اسمه قضية كردية لو مو الإقناع زائدا شخطين؟ وحزب منظم ويلتزم، يعني لو نخليها على الديمقراطية الغربية والله فلا يطلع حكم ذاتي لو نظل 100 سنة بعد. يعني ابن الحزب وعارفون الحزب شلون يفكر. هل القضية هل الكراد شعب أم ماذا؟ انتهى المؤتمر القطري بكلمة ماذا من أحد الرفاق تصنيفا، قال هم ماذا مو شعب. تمام لا لا مش نتحضر المؤتمر صح. تعالوا قلنا لا يابا مو هيجي، يعني هذا شعبنا، هو الشعب شي يغضبه الإنسان مثل الشيطان، ترى الشيطان أحسن منه أهدى منه، شي يغضبه إذا مو بالقناعة. هذا شعبكم، ما طول شعبكم أكو ناس جاي يخرخشون بدماغه. ترى الحكم الذاتي ما قالوا البرزاني، يعني انتزعته من حلقه انتزاع دارة توفيق قلت لها، قال والله يعني المقاطع الاقتصادية شيلوها وترجعون الناس المفصولين إلى وظائفهم. قلت لي يابا هم ذول الناس اللي مفصلا من وظائفهم على شنهم؟ سلم لي على البرزاني قل له نريد حال نزت بيه البنادق القاع ونشتغل شغل الله الناس، خلي يقول لنا اللي بقلبه على لسانه حتى نقول له نعم او لا. جاء والله انا اقول له هيجي، يعني ما قلت له يعني حكم ذاتي، قال يعني حكم ذاتي او شيء من القبيل، يعني هيك جار رحنا بالاجتماع
نصر فاق خوفتهم يا الله اقتنع يا الله وافقهم.